بزاف لي طلبوا مني الوصفة تاع السابلي، الو هاد الوصفة تعطي لكم واحد 65 حبة. نحط 500 غرام مارغرين، نزيد لهم زوج كيسان كبار تاع سكر ناعم، نخلط مليح غير بالسباتول، من بعد نزيد لهم زوج حبات بيض مع زوج صفار مع مغرفه كبيره تاع لافاني، نخلط مليح. من بعد نزيد لهم زوج كيسان مايزينا وزوج زوج اكياس تاع لا ليفور شيميك تاع 10 غرام، نخلط مليح تاني. من بعد انايا قسمتها على 4 اجزاء، الاولانيه درت لها عطر الليمون مع بشور الليمون وجمعتها بالفرينه. كي تكونوا تجمعوا اجمعوا غير بالاصابع، ما تعجنوهاش باش ما تخرج لكمش يابسه، وتاني باش كي طيب ما يتبدلش الشكل تاعها. ثانيه درت لها مغرفه كبيره كاكاو وجمعتها بالفرينه. ثالثه ما زدت لها حتى حاجه، زدت لها غير الفرينه جمعتها عادي. والرابعه درت لها عطر الكرز وجمعتها بالفرينه. كي تكونوا تفتحوا فيها ديروا ساشي من تحت وساشي من الفوق باش ما تبقاوش ديروا في الفرينه، واشاك فوا تكونوا راحين تستعملوا المول هذاك دخلوه قبل في المايزينا ومن بعد اطبعوا به. الفيديو الجاي نحط لكم كريمه الزبده والكلاصاج وطريقه التزيين. ما تنساوش الا جربتوها خليولي تعليق، وما تنساوش تابوني وتخليولي جيم.